اعرف الباسكت ده انتوا جبتوه من حي ولا الشارع ولا تاني؟ لا يا ماما شارع خالص ده ممكن اجباري يعني اجباري ازاي؟ كل محل يجيبها ايه؟ كل محل يجيبها يا اما يتطبع عليه غرامات. انت بتستخدمها؟ انا ما استخدمهاش، انا بجيبها للشارع. حي شبرا ادانا اوامر اللي كل واحد قدام محل يجيب باسكت من الكبير دوت. الناس كلها جابت عشان المحضر ب 500 جنيه. لما نجيبها ب 200 جنيه احسن من 500 جنيه. ونظافه لينا، والله نظافه لينا، واحنا عندنا رئيس حي بامانه ربنا، ربنا يبارك له هو وعياله. لا طبعا موافقين، نقدر نقول الحي لا. طب بتستخدمها في ايه؟ هتكون هي في الزباله. ما انت راكنها جنبك اهو. لا ما احط فيها زباله. احنا بالامر الواقع جيب جيب. يعني انتوا كنتوا عايزين اصلا. ما احنا مره واحده عدوا لازم تجيب، تجبرني على حاجه وبدفع، يعني انا عشان افضيه بدفع برضه للزبال. مش معنى كده ان انت بتجيب لي حاجه وبعد كده انا بتخلص انت وتيجي تفضيها لي، لا. 180 جنيه اجباري، لو ما جبتهاش غرامه. عشان العيال اللي هم اللي بيسرحوا بالعربيات الكار دول ممكن ياخدوا واحد يحطوه على العربيه ويمشوا على طول.